السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي راح تظهر أسفل الشاشة حتى تبدون آراءكم. عندكم أربعة أرقام بلا على رقمين إلى الداخل، الأخوة العراقيين اللي ساكنين من شمال العراق إلى جنوبه، من الدهوك إلى البصرة، يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي موجودة بالأعلى. الأرقام اللي بالأسفل هي اللي خارج العراق، الأخوة العراقيين اللي ساكنين دول المهجر، الأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط، وأيضا باقي دول العالم يقدرون يتصلون بنا على واحد من ذني الأرقام اللي موجودة بالأسفل. وعدكم بصفهن إشارة واتساب، اللي ما يقدر يتصل بنا أتمنى يدزلنا رسالة، أتمنى تكون الرسالة مكتوبة متبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدي حلقة اليوم بقضية الدعوة اللي قدمها أنصار التيار الصدري واللي طلبوا بيها حل البرلمان. اليوم قررت المحكمة الاتحادية رد الدعوة المقدمة من التيار الصدري، وقالت المحكمة بنص القرار أنه الجزاء اللي يفرض على مجلس النواب بسبب عدم قيامه بواجباته هو حله إذا وجدت المبررات. طبعا تعرفون على أساس البرلمان ما شاء الله ده يؤدي كل واجباته على أكمل وجه، لا عندنا فقر ولا نزوح ولا جفاف ولا تصحر، شوارعنا عالمية، خدماتنا ينضرب بها المثل بالسوء طبعا مع الأسف، والقائمة طويلة إذا أريد أن أدها. المهم نرجع إلى قرار المحكمة الاتحادية اللي أضافت به أن اختصاصاتها محددة بموجب المادة 93 والمادة 4 من قانون المحكمة، ومو من ضمن صلاحياتها حل البرلمان، مثل ما راح تشوفون بهاي الوثائق اللي راح نطلع لكم إياها واللي نشرتها المحكمة واللي توقعت من قبل عدد من القضاة. خلونا نتابع. هاي الوثائق اللي اليوم حسب قرار المحكمة الاتحادية العدد موجود بها والموحداتها شنو موجود بها، اكو عدد من الموقعين على هذه الوثائق او على هذه القضية او على هذا القرار اللي قالوا به انه مو من صلاحيات المحكمة الاتحادية ان تحل البرلمان حسب المادة 4 وحسب المادة 92 من قانون المحكمة. هاي الوثائق اللي نشروها وقعوا عليها 9، موجودة أسماءهم قدامكم، تواقعهم أمامكم، تقدرون تتابعوها. إذن اليوم قضية حل البرلمان انتهت حسب ما ادعى قرار المحكمة الاتحادية. المحكمة الاتحادية قالت ما لي علاقة والموضوع مو يمي. العالم على منصة فيسبوك علقت على هذا الموضوع، وكانت التعليقات، أول تعليق من خلف الشويلي: الدستور فصل على مقاس الأحزاب الفاسدة. ثاني تعليق من أم فارس تقول: لا نستغرب من رد الدعوة، فكل يغني على ليلاه وكل القضاء والتابعين للقانون مسيرين. محمد جاسم يقول: يوم بعد يوم يثبت لنا القضاء أنه مسيس وعميل وغير مهني. أما أبو همام العراقي يقول: إيران ترد دعوة حل البرلمان وتبقي على أتباعها وأنصارها. وهذا أكثر تعليق جبنا لكم إياه اليوم عليه، ناس ضحكت. هاي القضية الأولى اللي إحنا تكلمنا بها اللي هي رد دعوة التيار الصدري أو اللي قدمها مجموعة من أنصار التيار الصدري لحل البرلمان، وعلى أساس أنهم جمعوا تواقع وطلبوا من المحكمة الاتحادية أنه تصدر قرارها بحل البرلمان حتى يحلون البرلمان، حتى يبدون بانتخابات مبكرة من جديد، حتى يشوفون الوضع شلون راح يصير. ما أعرف هل كانوا يتوقعون أنه مثلا يصير تغير أو يصير شيء جديد، ما أعرف شنو اللي دا يتوقعه، لكن المحكمة الاتحادية هذا قرارها. هذا عندكم موضوع. راح ننتقل إلى موضوع ثاني. الموضوع الثاني اللي هو يحزن، يؤذي، يدمي القلب، شلون تردون تعلقون على هذا الموضوع؟ علقوا. موضوعنا هو الزوار الإيرانيين والمشاكل اللي دا يسووها بالعراق خلال تواجدهم ومشاركاتهم بالزيارات الدينية، ومنها زيارة الأربعينية اللي هسه دا يحضروا لها. أكدت مصادر محلية قيام 3 إيرانيين بالهجوم على مواطن عراقي وقتله بباب طويريج بكربلة قبل أن تلقي القوات الأمنية القبض عليهم، و
رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على هاي القضية، قضية قتل 3 إيرانيين لواحد عراقي من أهالي كربلاء، وطالبوا بالقصاص من هؤلاء الزوار وعدم إطلاق سراحهم وعدم التهاون وياهم، وما يطلقون سراحهم بعد هاي الفترة بتسويات سياسية. خلونا نشوف. هاي إيرانيين هنا وين هذا العراق؟ وين هنا باب طويري إيرانيين ضربة واحد العراق وموت. هاي الزوار في كل بلدان العالم المواطن رقم واحد. لو اكو قانون يحمي المواطن تتوقعون هاي الحاله تصير؟ ام محمد من كربلاء حياك الله. ام محمد الو. بلي 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 حياك الله. تفضل يوم. اشلون احكي؟ تفضل يوم انت على الهواء. اي انا من كربلاء. حياك الله. حيا الله. هذه كربلاء. اي انا مقاطعة 1 ومقاطعة 24 منطقة 187 منطقة الحج طواريج ملكنا ملك النواب. نعم. بال 86 وورا 86 راس السنة ما سكت لو اخويا الثاني راح اختفى. فأخوتي ثلاثتهم وأولادي اثنين طابوا بال 97 في سبيل حتى يسلطون على المقاطعة. طيب. يقتلون رجالهم ويستحلون النساء. من بعدين أخذوا المقاطعة. أول ما أخذوا قلعتنا القلعة تاريخها 1700 ولها اسم بالكربلاء آثار كربلاء. نعم. 1700 تاريخه. وطلعت بشرى عاشور من محافظة كربلاء قالت سرقوا آثار القديمة في كربلاء في ليلة وضحاها. هم الدواعش والدواعش موجودين. احتلوا المقاطعة. أول مرة كنت لأبو أخوتي إسماعيل كان يسرع المقاطعة وأنا كنت أيام القصاص 3 أشهر القصاص أنا أشرف عليه. أم محمد تخلص المقاطعة. أم محمد بس لحظة، إيش وقت أنت تحكين إنه قتلوا أخوتك بيا سنة؟ أنا ناس وعندي ملف وبوزارة الداخلية بزمان عبد الوهاب الشيخ مقابلته كم مرة والكتلة أخوتي هم سادة أم محمد بس الصفار. أم محمد على كيفك وياي، أنت تقولي لي أخوتك بالثمانينات، ايش جاب داعش بالموضوع؟ بس لحظه لحظه لحظه، ايش جاب هذا التنظيم بالموضوع وكان ما موجود اصلا؟ يعني ناس عندي على هؤلاء وانا هسه عايشه بخط وحشرات وحيده فريده. طيب طيب شكرا 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 لك ام محمد. نرجع الى موضوع التجاوزات الايرانيه بما يخص العراق وما يخص العراقيين، وراح نبقى بنفس الموضوع. اتعرض مواطن اسمه مثنى جميل وهو من سكان كربلاء لحملة شيطنة ممنهجة من قبل حسابات تابعة للميليشيات الولائية او الميليشيات التابعة الى ايران، خصوصا حساب صابرين نيوز الموالي الى ايران. وطالبت هاي الحسابات بمعلومات عن محل سكن هذا المواطن وسط سيل من التهديدات بالملاحقة والتصفية. وجدت هاي الحملة الشعواء بسبب نشر هذا المواطن تسجيل مصور على حسابه بالتيك توك ويا زائر إيراني وهو يسأل عن سبب قطع إيران المي عن العراق بطريقة تهكمية طبعا.
هذا الشيء ما عجب الميليشيات وأثار غضب هاي الحسابات، وراها طلعت هواية فيديوهات العناصر من الحشد وهم مستضيفين إيرانيين بمنازلهم، وتوعدوا هذا المواطن بالملاحقة والمحاسبة من قبل الحشد وفصائله. خلونا نشوف. شلونك المي ليش قطعتوها ليلة؟ المي ليش قطعتوها؟ جايف بيك ريحة، حتى بيك ريحة ريحة شوف وجهي. قطعت المي مي قطعتوها ليلة. أنا لبهات حياكم الله، خي خوش ومدي ومثنى جميل، حسابك عسير ويا وجه الحشد سهلة إن شاء الله إن شاء الله. احنا هالكربلاء. الفيديو اللي شفتوه بالبداية هو المواطن اللي دا يسأل الإيراني ليش قطعت المي، أو دا يتساءل عن سبب قطع إيران إلى المي. الفيديو الثاني اللي هو واحد من عناصر الميليشيات اللي مستضيف الإيرانيين ببيته، ودا يتوعد هذا المواطن إنه هم راح يحاسبوا. أحمد ويانا، حياك الله يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله من قال. حياك الله أخوي العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحيات لجنابك وللأخوة المستمعين والمشاهدين الكرام. أحب أقول أنه تعليقا على استشهاد أحد الأخوة العراقيين في كربلاء على أيدي العجم، أخي شو مودي العراقيين لكربلاء؟ كربلاء الإيرانيين، العراق كله تحكم إيران، إحنا نزل بالعراق. هذا العراق المفروض تعاقب عائلته وتعاقب عشيرته لأنه اعتدى على ملك السادة دخيل جدهم. أخي العراق ملك للإيرانيين وليس للعراقيين. بوجود الذيول أقول هذا تهكما، بوجود الذيول، بوجود من باع شرفه وغيرته للأعجمي وللعجمي، من حق ليس من حق العراقي أن يتساءل أو يسأل الإيراني بصفة السيد ونحن الغلمان أجلكم الله في بلادنا، ليس من حقنا أن نسألهم. متى كان العبد يسأل سيده؟ هؤلاء الأذلاء أجلكم الله من يحكمون المنطقة الخضراء والمتسيدين على المشهد العراقي من زمرة عفنة طائفية ذيول للعجم، جعلوا أهانوا العراق ومرغوا كرامته بالتراب مع الأسف. إلى متى سكوت الشعب العراقي البطل على 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 هذه المهانة؟ ما الذي حدث؟ أنا أقول لجميع العراقيين، عيب عليكم تلبسون على عقل على رؤوسكم. الله راح تخلص الأربعينية 14 أيام، بيكم حيل تطلعون تحتلون الخضراء وتسوون انقلاب أبيض أو انقلاب دموي على الطغمة الحاكمة، على المالكي وعصابته، على الولاء الولائي وجماعته، على تركة مهدي المهندس وأيتام قاسم سليماني. إذا بلدكم أكو واحد، أكو رئيس وزراء عراقي يقدر بطهران يرفع صوته أو يقدر يخلي علم عراقي، بينما الإيرانيين يجون هنا بلدكم يشفصون على رأسكم ويقتلون شبابكم، وإذا تحكي يهددوك الميليشيات الذيول. إيش وقت وين غيرتكم يا العراقيين؟ 10-15-20-70 ألف ديل من ذيول إيران تتحكم في مقدرات بلد عمره 7000 سنة. والله يا أخي القلب أقول يعني قلبي فور. بس شو اللي تحكيه؟ عجيب، وين صارت غيرتنا احنا العراقيين؟ شو اللي صار فينا؟ تمسحنا اخي؟ نعم. انا ابد ما الوم الايراني، انا الوم العراقي اللي ساكت، اللي يشوف كل هذا الذل وساكت. نعم. شكرا. لربما خطابي خطابي مستفز، معذره، لربما خطابي ليس في السياق العام، ولكن اخي هذا واقعنا. اقول لكم بس نصيحتي للاخوه العراقيين، وانا عراقي، يجي يوم نتحسر على هذا اليوم. نعم. القادم أسوأ، عليكم أن تضعوا حد لهذه المهزلة التي تجري في العراق منذ 20 عاما. نعم نعم. على العقلاء أن يوجهوا خطابهم من خلال القنوات الإعلامية، من خلال السوشيال ميديا، من خلال التجمعات، من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل، على الجميع التكاتف ونبذ الفرقة والاتجاه باتجاه واحد، وهو تخليص البلد من إيران وذيولها. نعم. شكرا شكرا لك اخ احمد. ابو عبد الله من اربيل، حياك الله. اللهم حيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. احييك وحي المشاهدين. حياك الله اخوي العزيز. الله يحييك، ممنون لك. والله انا بالنسبه للمحكمه الاتحاديه تذكرتني نكته، وهي
يقول لك صاحب مطعم طب واحد يعني مثل الاخرس. نعم. فقال له ايش تاكل؟ قال له اوبر. نعم. قال له اوبر، بدل ما يقول له كبه قال له اوبر. نعم. ابو المطعم ما سامع عليه، بس عنده طباخ كثير طباخين بالمطعم شايفهم على سطح الفرسان. فقال له تعال ترجمني شوف هذا ايش ياكل على مد تجيب لي. قال له شو يقول؟ قال له يقول اوبر. يقول له اعرف اوبر يعني شنو اوبر؟ قال له والله ما ادري. يقول اوبر احنا من المحكمه الاتحاديه هي ما تعرف الستري، منين نجيب لها مترجم على مود تفسر لنا وتحكي لنا وتجيب لنا هيك وهيك؟ نعم. اشوف كل قراراته مسيسه، كل قراراته بس ما ادري ايش اقول استاذ، والله نعجز عن الحكي. يعني قرارات هسه قرار مثل مال النفط والغاز مال اقليم كردستان بالبرلمان، شلون يحق المحكمه مثلا تفلسوا برلمان شعب مصوت عليها؟ يعني شلون الحكي هذا؟ وشلون هذا يستويت بيها؟ ما بدنا نعرف، يعني نقول مسيسه يقولون تتحاملون على المحكمه الاتحاد هاي سلطه عليا وما ادري شنو وما ادري شنو يسوى علينا مشكله وجيب ودي بالحكي. وبالنسبه للايرانيين استاذوني انا اقول للعمام الشهيد هذا ان شاء الله شهيد والله يرحمه ويغمد برحمته ان شاء الله. نعم. ويعطي الصبر لاهله. انا اقول لهم هذا دمه برقبة الخزعلي قيس الخزعلي والمالكي والذيول، فعشيرته وعمامه وخواله اذا صدق يحبون السيد هذا مره ثانيه في حياتهم لا يسلطون لهم واي مظاهره تصير ضدهم، لان هم جابوهم هم سموهم سووهم اسياد. انا اتذكر لما كان قبل وراء الحرب ورا ما وقفت الحرب كانوا يجون والله اثنين مخابرات يشوفون مثل الغنم يجون كانوا يزورون مش يجيبون الريمات ماكو والله المخابرات العراقيه كانت تسوقهم مثل الغنم حتى يطلع عن الخط يمشي وهيك صاروا يقتلون شبابنا قندرت هالصعب هذا ما فات لها بايران كلها انا ابو ايران لا اقول سوا عندنا وهذول ميول الكلاب نعم مسكت النفط بس على القتل على اساس السادة هذول مسوي لهم عدل على اساس الصدريين قاتلهم انتم قاتلين العراق كله انتم قتلتوا الشباب كلها انتم ما خليتوا لا كل ما خليته بالعراق انا نشرت المشاف. نعم شكرا شكرا لك ابو عبد الله. سجاد من الحله حياك الله. سجاد تسمعني؟ حياك الله اخويا. سجاد تسمعني لو لا؟ انقطع الاتصال ويا الاخ سجاد، اتمنى يرجع لنا مره ثانيه. كريم من كربلاء. الله يساعدك اخي العزيز. ويساعدك اخوي. اخاتي انا ارحب بذاعه الرافدين، ومذاعه الرافدين لها موقف صحيح، الحال الصحيح صحيح. حياك الله اخوي العزيز. ايه اسمع استاذي العزيز، هي بس هاي هم احكي لك هسه احنا زوار الحسين عليه الصلاه والسلام على عيني وراسي، زين هم ليش سدوا الماي علينا او جايين زايرين؟ هاي وحده. الثانيه بعد هم ليش يدخلون بدون تاشيره؟ بدون تاشيره لا فلس ولا تسعاوي، واحنا من نروح يقطعون منا حتى هذا المي تكرم التواليت اذا طبه بربع دينار. زين احنا عندنا شعب فقير، شعب ما عنده، شعب ما اخذ هواي، اخذ نص من عندهم في شيء. زين اخ كريم سؤال 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 حلو. انت قلت هم يطبون الى العراق بدون فيزا وبدون تاشيره ويطب مرتاح، بس العراقي من يروح لهناك يطلبون من عنده كل شيء، تتوقع الصوت عليه من؟ الصوت عليهم لو اللي على دي يحكمون هسه؟ هسه الصوت بالحكومه، بحكومه الصوت بما بعد الصوت، وهو منعكم لان ما حد يقدر يحكي وياهم. نعم. اي لان الصوت منا بحكومتنا، حكومتنا كانت الحدود، احنا تاشيره احنا بلد، يعني تدخل انت بدون تاشيره وبدون فلس ولا تسعاوي؟ مو عندك انت شعب فقير قاطع الجوع، منا ظلمكم ومنا ظلم ايران، الشعب وين يروح؟ نعم. هو يعني هذا التاشيره انت ايش قد فقير عندك؟ ايش قد ايتام عندك بالعراق؟ اقطع التأشيرة هسه انت تخاف من الله وتقول ايران ما عندهم؟ اسويها نص بنص. ت...
تعرف أخ كريم، الزيارات الدينية في كثير من البلدان اللي بها بعض الأماكن اللي تستخدم في الزيارات الدينية تعتبر جزء لا يتجزأ من الوارد المحلي أو الوارد اللي دخل الدولة، وإلها جزء آخر لتنشيط السياحة، إلها جزء آخر، يعني تدخل الزيارات الدينية في دول العالم بكثير أبواب، سياحة، موارد، تنشيط إلى اقتصاد البلد. إلا بالعراق الزيارة الدينية، العراق يصرف ويخدم ويبوس ويحضن ويجيب ناس ويخلي ناس، هسه راح يطلع لك فيديو راح تشوفه بعد شوية، طواقم إيرانية هي اللي تخدم داخل كربلاء وبغداد، وبالمقابل ينقتل عراقي على أيد زوار. ألو وياك. نعم اي نعم، اتمنى ان تصل لصوت التلفزيون. نعم انت لا يدخل واحد يدخل بلدك بدون تأشيرة، يعني ومن لك كرامة، من لك انت شعب تعبان، شعب منتهي، انت تدخل لك انت لا شوف هسه كربلاء غاصة بالناس زين، وانت من تروح لإيران شاهد الله تكرم لا طب التوالية ياخذ منك ربع دينار زين. نعم شكرا شكرا لك اخ كريم. ابو علي من بغداد حياك الله. الله يساعدك ويساعدك. ابو علي من بغداد شلونك؟ حياك الله اخوي العزيز. استاذي بالنسبه هاي الزوار ايه يجون الامام الحسين سلام الله عليه، نعم، الايراني والباكستاني، نعم، والصيني والهندي، نعم، بس انت ما جاي، وصحون ايراني وايران زين، تركيا اللي داخل 70 كيلو في العراق قلبت تحتول عليهم يا اخي. ابو علي من رخصتك، ليش ايران ما داخله بالعراق؟ لا ما داخله. لحظه وياي والسيارات مع حرس الثوري الايراني شو سوى ببغداد؟ هاي ساعدتنا، عدنا واحد ساعدتنا، لكن تركيا 70 كيلو زين. بلا زحمة سؤال. نعم. بشنو إلها أحقية إيران أنه تتصرف بالعراق؟ يا أخي ما مصرفة. يا أخي بس بلا زحمة، يا ما مصرفة، إذا الحكومة هي تتدخل بيها، ورئاسة البرلمان هي تتدخل بيها، ورئاسة الوزراء هي تتدخل بها، وإذا تقول لي كلامي غلط أقول لك دور بالإنترنت راح تشوف تصريح إلى وزير خارجية إيران ويقول اليوم سجلنا 3 أهداف على أمريكا لما نختاره رئيس جمهورية ورئيس وزراء ورئيس برلمان تابعين إلى إيران، وتقول لي ما تدخلوا بالعراق. طيب أسأل. نعم. إذا بتدخل ليش عصام ساعة صار مثلا من الطم كان سوته؟ ما هم يردون هذا الشيء يا أخوي العزيز. هذا صار السنة. زين. لحظة. مصفى بيجي وين راح؟ الدواعش خذوا خلوه. هاي شيلك بيها. يا أخوي. هاي شيلك بيها. مو الفيديوهات موجودة مع العصائب نقلت لإيران. لا. دور بالإنترنت روح تأكد. دور وروح تأكد من المعلومة زين. عوف مصفى بيجي، عوف مصفى بيجي، فلوس العراقيين اللي دا تطلع الإيران ليش؟ تركيا 70 كيلو ناس دبرنا بالعراق، 70 كيلو بالشمال يبعثوا شوية يحسوا. أبو علي أحكي وياك وترجع لي على تركيا. تركيا والعراق أكو اتفاقيات بيناتهم، دفاع مشترك هم بيناتهم موقعين عليها وماشيين عليها. أنا إذا أسألك على التدخل الإيراني تفتر لي على تركيا، أقول لك فلوس العراق بدها تروح لإيران تقول لي على تركيا، الإيدز اللي دا يجي بالأكل الفاسد من إيران إلى العراق تقول لي تركيا، أقول لك الكريستال اللي دا يجي من إيران إلى العراق تقول لي غير شيء، أقول لك التهريب و و و و وتقول لي تركيا وتقول لي إيران ما متدخلة بالعراق. زين وهذني عوف هذني كلهن، شنو رأيك بثلاث زوار يقتلون عراقي؟ هاي صين بلاها مليونية 30 مليون بالحلال. تقدر تروح الإيران وتقتل إيراني؟ ها؟ تقدر تروح الإيران وتقتل إيراني؟ لا ما والله أنا ما راح إيران بصراحة، ما راح
الله يسهل. وشنو رايك بالمعمم اللي جايب مخدرات للعراق من ايران؟ استاذ اسهل تعال كربلاء زور، تعال للجنه تعال. ابو علي ابو علي دا اسالك سؤال، لا. اكو عراقي انقتل على ايد ثلاثة ايرانيين، هاي شنو رايك بيها؟ هو من 2003 فوق ال 4 ملايين شهيد، انت واحد تبقوا علي خطيه يا عيني. طيب شكرا شكرا لك ابو علي. نرجع الى قضيه الايرانيين. تساءل ناشطين عن سبب وجود، يقول لي ما متدخلين بالعراق ابو علي، تساءل ناشطين عن سبب وجود طواقم ايرانيه، طواقم ايرانيه، العراق اللي بيه بطاله، العراق اللي بيه فقر، العراق اللي بيه ربع شعب عايش تحت خط الفقر، الحكومه جايبه طواقم ايرانيه داخل كربلاء وبغداد وباعداد جدا كبيره بحجه تنظيف الاماكن خلال الزياره، ما عندنا شباب عراقيين ليش نجيب من ايران؟ ما اعرف. ويقول ما متدخلين بينا، واشتغلوا بصفة عمال بلديات إيرانية وقدم على أساس يقدمون الإسناد خلال موسم الزيارة. طبعا أكو هواية مراقبين أكدوا أنه إيران دزت هواية من قوات الحرس الثوري تحت هذا الغطاء، وحذروا من تبعات هذا التغلغل اللي يتخذ من ذريعة تقديم الخدمات إلى الزوار مساحة للتحرك بالعراق بشكل علني. خلونا نشوف. يا اخوي هذول الايرانيين شوفوهم، هذول الايرانيين نزلوا للتنظيف، للتنظيف هاي بالكاظميه قاعد يزون معداتهم ونفراتهم قاعد يجون للتنظيف. العراقيين ملاقين تعيين، العراقيين ملاقين رواتب، العراقيين ملاقين ياكلون يشربون، العراقيين ملاقين وظيفه، العراقيين اللي يتمنون يحصلون مكان يشتغلون به حتى ياكلون رزق لهم والاهل بيتهم، العراقيين اللي بيهم هوايه ناس بالمخيمات تاليتها يجيبون ايرانيين يخدمون او يشتغلون بهذا البلد. العراقيين اللي ما محصلين هذا الشيء عندنا عماله اجنبيه بالعراق، كانما العراق واحد من دول العالم المتقدم اللي شعبه ما يشتغل نهائيا وعايش ومترفه وراتبه يجي للبيت وما محتاج الشغل، ويقول لك انا ليش اشتغل؟ فتستقدم عماله اجنبيه حتى تعوض النقص عندك بالعماله الاجنبيه، لكن العراقي هو يريد يشتغل ويقول لك عيني ويطلع يتظاهر وثوره سوى ويقول لك انا اريد تعيينات، ويروحون يجيبون ايرانيين. الناس علقت على هذا الموضوع وكتبت على منصة فيسبوك، أول تعليق ويانا من علي حلاوي يقول أغلبهم اطلاعات واستخبارات مع الأسف، بلد انتهى وصار بصورة رسمية ولاية إلهم. علي حسين الأمين الخطة مدروسة، مو محبة بالعراق ولا بالحسين، كل هذا غرض سياسي والحليم تكفيه الإشارة. عبد القادر الحسيني، عمي يا تنظيف من كل عقلكم، هذولا يعتبرون العراق محافظة من محافظاتهم، لا تفرحون، هذولا جايين على خراب العراق. وناصر الأنصاري، هذه قوة استطلاع لمعرفة الشوارع والطرق لكي يكونوا مهيئين لأي طارئ عند الضرورة، مطعمين بالمخابرات ولواء 55 مظلي. هاي تعليقات الناس حول استخدام ناس إيرانيين حتى يخدمون لأجل التنظيف ببغداد وبكربلة. السؤال اللي الناس اللي كتبته أبو علي يقول ما متدخل إيران بالعراق، بس لو نجي نفكر بيها صح أقول له أبو علي، إيران وعبد الحسين عبد اللهيان طلع وقال سيطرنا على 3 عواصم عربية أو 4 عفوا، وبغداد واحدة منهن، فمن يقول لك سيطرنا يعني أنت تابع إله. أبو أمير من الأنبار حياك الله. الله يسلمك. حياك الله أخويا. ألو ألو، تفضل أغاتي. سلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا أبو أمير، أبو النعم. والنعم منك ومن أهالي الأنبار ومن كل أهالي المحافظات العراقية، تفضل أخوي. بس أريد أعقب على كلمة أبو علي، هذا يسولف يقول إيش وإيش. نعم. هو يدري العراق كله مستحيل لك إيران. نعم. بس شنو يقتلون طبون زو يطلعون. نعم.
نعم أبو أمير. بس إذا أمكن أبو أمير نصيلي صوت التلفزيون حتى يكون الاتصال أوضح بيني وبينك. صح. نعم تفضل. الأحزاب كيف تطبب بالزوار العراقيين نعم. كلهم هم ما عجزوا عن الزوار، احنا ما نريد عاد، لا نريدهم يدخلون علينا ولا قش، لا نريدهم ولا كل شيء ما نريد منهم. دمرهم هالبلد، جابوا لنا مشاكل وطرايب قتل وسلب و راكل. ما اريد منهم، كل جواد منهم يطبقين هنا. هذول كلاب داعشين، هذول كلاب شنو جايبينهم علينا؟ كلاب داعشين مجرمين ولبس وياهم والله مو شريف، والديال مالهم مو شريف، والله مو شريف، لا هو ولا حرفه مو شريف هذا. زين ما نريد ما دخل ببلدنا من عن باسل ابو حليم غير ابو حليم، ما نريد اي واحد يدخل بشؤون العراق. نعم من يقعد مكانه؟ احنا بلد دمرانا وذبحانا من الان. دوب والله دخلونا داعش، دوب داعش بيعبوا دولة إسلامية، هم يقولوا احنا دولة إسلامية، هم دخلوهم داعش، داعش تابع لهم مو العراقيين. ذبوها على المناطق الغربية ومناطق الرجالة، هم قاعد يدخلون والله صف داعش، الكلاوسية هذول، هذول المستوطنة الأكبر هذول. نعم. والله إسرائيل أرحب منهم هذول، إسرائيل أرحب من عندهم، واحد منهم يبقى غير، لا ميليشيات ولا أحزاب. اريد واحد شريف لو كيول ينسلم هالبلد، اريد ينزم هالبلد كيول كان ذنبون، وهذول جايين هذول تعبانين. طيب انا ابو شكرا، شكرا لك ابو امير. موضوعنا الثالث اللي هو يستمر بذو قتل أنصار التيار الصدري داخل المنطقة الخضراء بإبداء غضبهم أو التعبير عن غضبهم ووعيدهم إلى الميليشيات الإيرانية، على الرغم من كل الدعوات اللي ظهرت حتى الناس تهدي، واللي صدرت عن مقتدى الصدر بعد سحب أنصاره من المنطقة الخضراء. هذا المقطع المصور اللي جرى تداوله بشكل واسع بيان لنا والد أحد القتلى وهو يتوعد الميليشيات الولائية بالقصاص والثأر الابنة اللي راح ضحية إلى تغول إيران وذيولها بالعراق على حد وصفه. خلونا نشوف قبل ما نستعرض التعليقات. ولن نتراجع عن ثأر شهداؤنا، أما الشهادة أما النصر. الحياة مع الظالمين، مع الخونة، مع العملاء ما أريدها. الموت بعزة وكرامة سعادة. فشيوخنا ذلة وعار، ذلة وعار، اللي يبقى عقاله على راسه ودم ولادنا بعده، دم ولادنا. والاختلى عجمي ايراني من الشاوي، ذيل ذيل ابن ذيل اللي قتل شبابنا. كافي اصحوا، كافي اصحوا. الناس علقت بعد ما شافت هذا الفيديو، وكان اول تعليق ويانا على منصة فيسبوك من محمد عبد الحسين يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله ينتقم من الظلام والأحزاب القتلة الذيول. ثاني تعليق من ماجد القريشي: الله يرحمه والخزي والعار، إلى القتلة المجرمين الذيول التبعية قتلت الشعب العراقي المظلوم. أما أسعد عودة: حسبي الله ونعم الوكيل على كل خائن وذيل بائع الوطن والدين. وتعليق علي العبودي: حسبي الله ونعم الوكيل على القتلة والمجرمين من تبعية وفاسدين. هاي الناس علقت على هذا الموضوع. أرجع أذكر بالمواضيع قبل ما نبدأ بموضوعنا الرابع. موضوع الأول طلعنا به الوثائق اللي أو وثيقة قرار للمحكمة الاتحادية برد دعوى حل البرلمان. موضوعنا الثاني اللي هو ثلاثة إيرانيين قتلوا عراقي، والميليشيات تتوعد أحد الناشطين بسبب نشر مقطع فيديو مع زائر إيراني سأل به ليش إيران قاطع المي عن العراق. الفيديو الثالث عن وجود مجاميع إيرانية للخدمة على أساس والتنظيف بكربلاء وبغداد، علما أن العراق يعاني من نسبة كبيرة من البطالة. الملف الثالث اللي تناولناه اللي هو ذوي قتلى أنصار التيار الصدري اللي يحملون الميليشيات المسؤولية حول ما صار به. ملفنا الرابع اللي راح نتناوله اليوم ناشط مدني هواية أخذنا له فيديوهات، اللي هو أبو زين العابدين من النجف. الناشط النجفي نجح بإجبار وزارة الموارد المائية على فتح وضخ المي إلى المناطق اللي دتعاني من جفاف، ورما نشر هواية مناشدات على شكل
مقاطع مصورة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. وطالب أبو زين العابدين العراقيين أن يضغطون وما يسكتون عن حقهم. وعد هذا الشيء اللي صار أنه ضخوا المي مثال حي على استرداد الحقوق بسبب كثرة المطالبات بها وعدم التراجع والخوف والسكوت والرضوخ. وكانت وزارة الموارد المائية رفعت دعوة قضائية ضد أبو زين العابدين الحسناوي قبل أن يبادر عدد من المحامين للدفاع عن الناشط وكفالته. خلونا نشوف قبل ما نقرأ التعليقات. يا ناسنا، يا أهلنا، يا مشايخنا الكريمة، يا عشائرنا، يا سادتنا الأجلاء، من أقولكم طلعوا وطالبوا بحقكم. أنا ما عندي غير هذا لساني وقوة رب العالمين والناس اللي واقفة دار مداري وهذا الموبايل البسيط لينقل معاناة الناس. اليوم البنزين والغاز والوجبة والغداء وكل شيء إلى ما تياشد بالعراق ما يطلع. شوفوا أربع مقاطع ومحاكم ودعاوى علي وشوفوا إجا المي. 100,000 مواطن صار له 6 شهور منقطع. شوفوا شغلوا المحركات، هذا هسه شغلوا المحركات وجه 100,000 مواطن صار له 6 شهور بدون ماء. قسما بالله العظيم 6 شهور بدون ماء. شوف هسه الماء يجى موارد الماية اطول جاز، المحركات جابوا جاز وشغلوا كل المحركات. اللي قال ابو زين العابدين انه وراء المناشدات اللي هو نشرها جابوا غاز حطوه بالمضخات او المحركات مال المضخات وشغلوا المحركات وشغلوا هاي المضخات وبداوا يضخون المي الى الناس الموجودين بالقريه اللي هو كان يناشد بيها. اكثر من فيديو طلعناه لابو زين العابدين. ابو زين العابدين اكو قضايا عليه، محامين دا يدافعون عنه اليوم، لكن اللي دا يطالب بيقول شوفوا يا عراقيين انا ما عندي غير بس لساني، فاذا سكتوا عن حقكم ما حد راح يجاوبكم، اذا ما سكتوا عن حقكم مثله راح يصير له جواب. الناس علقت على قضية أبو زين العابدين. أول تعليق على فيسبوك من فاضل مطر الهدير الخالدي يقول الصدمة الكبيرة من القانون إلى المواطن عندما يكون ضدك ويناصر موظف فاسد بالدولة يهدر المال العام ويسرق أموال الدولة ويتعدى على حقوق المواطنين يكون كلامه مسموع وطلباته مجابة وكلام المواطن هواء في شبك. أما كمال الربيعي أخي هسه يفرون عليك يذبوك بالسجن وأخير شيء تتنازل هو يكسب الدعوة لأن إحنا بالعراق دولة خانج غان الحق ضايع. حمود الزغيبي يقول طبعا يقيمون دعوة ضدك لأن يردوك حالك حال الساكتين. أخوي بارك الله بيك، الساكت عن الحق شيطان أخرس. أما محمد أبو ليث الزيدي بخصوص الموارد المائية لم يتكلم الرجل إلا بالحقيقة وأنا متضامن معه وضد سياسة تكميم الأفواه من أي جهة كانت. كانت هاي تعليقات الناس حول موضوع فتح المياه على المناطق اللي بيها جفاف بالنجف. عندنا اتصال أبو عمر من بغداد، حياك الله يا أبو عمر. حيا قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. حياك الله أخوي. حياك الله أستاذ. بالنسبة للموضوع الأول أنه رد الدعوة التيار الصدري للسلطة القضائية اللي تحكم بالعراق. أستاذ رد الدعوة اللي هم طبعا احنا كل العراقيين يعرف انه سلطة الاحزاب وميليشيات الاحزاب من 2003 لحد الان من ضمنهم المحكمة الاتحادية واللي مثلون انه هم قضاة عراقيين فانه يحكمون البلد بصورة صحيحة بدون ظلم وبدون كل شيء. هذه الامور كلها كاذبه وكل العراق يعرف انه سلطه الاحزاب والمحكمه الاتحاديه ناس باطله ما يتخذون قرار وما ياخذون قرار لصالح الشعب لانه هم ناس متواطئين ضد الشعب العراقي. واذا اتخذوا قرار لصالح الشعب او يعني نقدر نقول انه السجناء اللي موجودين عندنا بالعراق من 2003 ولحد الان اذا طلقوا سراحهم واذا كانت الامور انه ناس ابرياء موجودين بالسجون لكان انه المحكمه الاتحاديه من واجبها انه تطلع هذول ابناء الشعب العراقي اللي كلهم مسجونين ظلم ومن 2003 كل العراق مظلوم بسبب هذه القضاة بسبب هذه الميليشيات وبسبب كل الامور اللي خرب البلد لانهم ناس كلهم متفاهمين بانه خراب الشعب وتدمير الشعب.
فما ممكن أن السلطة الاتحادية توافق على حل البرلمان وطلب التيار الصدري من هاي الأمور الفاسدة. ما كان التيار هو 19 سنة يعرف أنه البرلمان والسلطة القضائية ناس متعمدين على خراب العراق. نعم. يكون مقتدى الصدر وربع يشاركون مثل هيجي ناس أنه دمروا العراق وسرقوا العراق، فهو أيضا يعني نقدر نقول أيضا مشارك معهم. يعني نعم. بعد 20 سنة الناس تهجرت والناس انقتلت والناس استلبت والناس اللي ملاقين أنه وطن يريدون يعيشون به، فهاي بعد 20 سنة أنه مقتدى الصدر يحاول حل البرلمان والناس يفازين. هو نعم. يعرف كل الفاسدين اللي موجودين عندنا اللي يحكم سلطة العذاب، فما ممكن انه هذه الحكومه اللي موجوده بالمنطقه الخضراء تحل هذا البرلمان على موافقه التيار الصدري. فالشعب العراقي لازم كله انه يطلع بتظاهره حل البرلمان واسقاط هاي الحكومه، لانه ما وفرت لا خدمات لا تعيينات لا بناء التحتيه اللي موجوده عندنا هدبه من اجل الكاد لحد الان، وما رجعت الحياه الطبيعيه للعراقيين من اجل الكاد لحد الان. المعاناة اللي يعانيها الشعب العراقي هي معاناة ما مرت عندنا طول أيام السنين اللي فاتت. فنقدر نقول إنه هاي الحكومة اللي حكمت العراق من 2003 متحمل على تدمير الشعب العراقي وسرق أمواله وسرق خيراته. كل اللي صار من عدم من حكومة سلطة الأحزاب ومن القضاة اللي موجودين عندنا بالعراق اللي حكموا من 2003 لحد الآن، فهم ناس فاسدين وما يوافقون على أي طلب للشعب العراقي. كل الأمور اللي قاعدة تصير هي خرابها من إيران اللي دمرت العراقيين، وهاي الحكم كلهم متآمرين مع الحكومة الإيرانية وعلي خامنئي بتدمير هذا الشعب وبرجعة إلى وراء آلاف السنين، لأنه هذا الحزب الطائفي الإيراني اللي مر على العراق ما ممكن أن يفرح الشعب العراقي وما ممكن أن يسعد أبناء الشعب العراقي لا مقتدى ولا غيره أنه إيران توافق على حل البرلمان. ومهما يكون إن شاء الله ثورة العراقيين قادمة وتسقط الحكومة الفاسدة وتخرج هذه الأحزاب ويصبح ما عليهم يسقط البرلمان ويسقط كل الميليشيات والخزي والعرب لأحزاب السلطة. وأنا أشكرك شكرا لك أبو عمار. محمد من أمريكا حياك الله يا محمد. ألو السلام عليكم أستاذ أسد، أحيي قناة البطل الشريف. حياك الله أخوي. أستاذ أسد، عمرك تيار الصدر المجرم من 2003 لحد الآن يقتلون بالسنة، أربعة رهاب السنية والشيعي المجرم يطلع كل شيء ما عنده أخ محمد. أخ محمد خلينا نحكي بطريقة مو طائفية مثلهم. هم جابوا الطائفية حتى يأسسوها بهذا البلد، احنا مو طائفيين مثلهم، احنا رافضين هذا الشيء. يعني قضية أربع إرهاب وقضية تكميم الأفواه ترى أخذت من الشمال وأخذت من الغربية وأخذت من الجنوب وأخذت من شرق العراق ما أخذت. نعم هذا التيار الصدري كفيلك الله هو ولاء الإيران ليس للعراق، مقتدى ولاء الإيران. كل الاجتماعات مالته بإيران عمي، كلهم يجلدون يما يجتمعون بالنجف غير النجف. هاي المرجعية المرجعية الإيرانية بالنجف وكربلاء كلهم ولاهم لإيران، السيستاني وغير السيستاني كفيلك الله ليس ولاهم للعراق ولاهم لإيران كفيلك الله. وهم دمروا العراق، ها مقتدى هذا العامري الخزعلي، هذا العامري مو كان يعذب بالايران شلون يقطعهم بالسياره، نسوا العراقيين نسوا الخايبه قطعوهم المجرم. طيب. هذا العامري. طيب. شكرا لك اخ محمد. قال صحيفه اندبندت عربيه ان مهاجري جرف الصخر في العراق والعويسات فقدوا الامل انه يرجعون الى مناطقهم وراء سيطره الميليشيات على اراضيهم وصاروا في طي النزوح المزمن. وأوضحت الاندبندنت بتقرير لها أنه أغلب العائلات المهجرة من تلك المناطق تعيش بخيام، وهي عائلات من ذوي الدخل المحدود كانت تشتغل بالزراعة وتعيش على بيع محاصيلها. بهذا الخصوص قال قائم مقام قضاء العامرية التابعة لمحافظة الأنبار شاكر محمود أنه الحل لمشكلة أهالي جرف الصخر والعويسات يحتاج إلى قرار حكومي حتى يرجعون إلى مناطقهم، لكن الصمت الحكومي وتخلي المسؤولين عن مسؤولياتهم راح يسهم في تفاقم أوضاع النازحين.
خلونا نتعرف سوا على قصة جرف الصخر اللي حولتها الميليشيات الولائية إلى قاعدة عسكرية لإيران وإلى سجن سري كبير بالعراق بسياق هذا التقرير اللي أنتج قسم التواصل الاجتماعي قناة الرافدين. عسكريه رسميه تابعه لوزاره الدفاع او تابعه لوزاره الداخليه او تابعه لاي جهه من الدخول الى جرف الصخر. سمعت رئيس مجلس النواب قرة عينه بهذا التصريح، هو وباقي الحكومات او باقي الكتل السياسيه اللي تعرف نفسها انه هي ما تقدر تدخل الى جرف الصخر. مشاهدينا، العراق مشاكل العراق هوايه، نقلنا لكم جزء بسيط من ادها، واليوم مشاكل العراقيين دا تتعدى الداخل، دا تصير الى الخارج لما يجوك زوار ويعتدون على ابناء بلدك، ولما يجوك زوار وتحس انه هذا الزائر اهم منك ومني بهذا البلد اللي هو ماتك وماتي. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذن الله باكر بنفس الموعد. انتظرونا، في أمان الله.